قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول. مع التفاصيل، ذعر وهلع على شاطئ تل أبيب في مشهد لم يسجل من قبل. سجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا وغريبا في نفس الوقت، رصد اليوم الأربعاء لسواحل تل أبيب خلال لحظات إطلاق صافرات الإنذار في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب ووصولا إلى مدينة تل أبيب. ويشاهد في هذا الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لحظات خوف وهلع، حيث ركض جميع المتواجدين في البحر باتجاه الأبنية بشكل جماعي، وتظهر اللقطات مجموعة كثيفة من الناس الذين كانوا متواجدين على شاطئ البحر وهم يركضون باتجاه اليابسة والأبنية السكنية بهدف الاحتماء، حيث شكل مشهد الركض الجماعي حالة غريبة في المنطقة. وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أن صافرات الإنذار دوت في جميع المستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب.